تسرق وين عمر؟ وين عمر ولدي؟ لا يطيح من السكوتر تقوله عايش تقول اخ اخ يا عيال اخ تحسبون قصدي فلوس؟ لا محشوم محشوم يا عبد الله فوزية الله يحفظها فز فز جعلني افتيها اسمع يا عمر ايش احط الارضية؟ خليني اروح اصبطها انا افتاك خليني اروح ارضية لو سمحت بحط الجلسة ارضية عشان ياخذ الشخص راحته عادي اختار اللون ها ايش تبغى اللون بينك ايش تبغى اللون بينك بينك خليني اروح اجيبه خليه فخطط وخطط وش اسوي وصل الخير وصل الخير وصل الخير وصل الخير وصل الخير وصل الخير عاشو عاشو اول اتصال اكلم والدتي ابى اكلم امي قربوا يا عيال بالفين ابى اكلم خلينا نظبط بس بالفين كيف يا عبد غمض عيونك غمض عيونك احلف ما تشوف احلف ما تشوف احلف ما تشوف والله شوف خلاص خلاص ما في فرشه صغيره انا بروح اجيب فرشه البيت ايوه بس لا تدخل ليش شفت مكانه بس سمعت صوت أنا الحارس يا خماش ها؟ الله إني الحارس إيش هي؟ خماش على المطل حقي الحين اسمع مكالمة يعني كلمة راح يجلس الحين جلستك صارت فوق الإسعاف صح؟ الحين أنت وين جالس تراقب التليفون لأن أخوك لا تعرفون أخوكم؟ تعرفون أخوكم؟ أيوة يعني أيوة. ها؟ أيوة. لا لا ماني حارس أمن أنا جالس أسولف جلستك تسولف وتلفت ايش معك؟ ايش جالس تطالع؟ اسمعي وتلفت ليش تسلموا الحراسة وأنا أقول لك إني أنا الحارس؟ حميها حراميها اجلس حميها حراميها وانا شيطاني يقول انت يا يوسف تبغى تكلم وانا ما اسمع ايش رايك بسوي لك توصيله يكلم هنا خلاص بحاول اجيب لك كهرباء روح وجهز الجلسه على بال ما انا اسوي خصوصيه المتصلين اجيب كهرباء واخليه يوصلنا يلا ترى اليوم الساعه لا الدقيقه بغيت اقول الساعه 30 الدقيقه ب 30 يلا انا بكلم امي يلا والله انا بكلم يلا يلا بس ما معنى الله يخليكم امهاتكم يا عيال ما حد اشتاق لامه او ابوها واخوانه اكيد احرجهم ببر الوالدين ايوه ايوه بروح عندهم اقول بر الوالدين اتصال من الام في هذه راح اكلم امي راح اخذ جو الرقم عادي اكلم امك اليوم يلا يلا كفو يا عمر كفو يلا الله يخلي لك امك يلا انا يلا وين يلا خالد امك يا خالد امي هات الفرشه خالد امك الفرشه يلا انا بروح غمض عيونكم عيونكم ما تشوفوا ايش فكر انا بسكر عيونه خلاص ما يشوف ما عليه اني بحرص جلستكم كبيره تكون فوق انا لا احد لا احد ياخذ تليفون انا حارس بروح اضبط الجلسه انت حارس؟ لا انا دفاع انت حارس؟ لا انا بواب في جو التفاهات صدق؟ بالله تحب التفاهه؟ اي والله والله اني احبها جوي ورب الكعبه يا ايش رايك تذب علي؟ لا سؤال يوم جو شكله من مسبغ القريه اسالك بالله وصل الخير شكله من مرشوك رشوك معه وصل الخير تعال تعال والله يوسف بيض الله وجهك ايوه وصل الخير 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 ايش اسم الجلسه؟ مطال خالد مطال خالد الشمراني ابحث عني تلقاني حبيبي يا الله صبر 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 ايوه لا تغرق في غرق فوق صح شكل في غرق بننزحط شكل في غرق فوق بننزحط شكل في غرق فوق تصدق والله في غرق خلني اجيب المساحه في غرق علم لي هي في غرق ايه خلني اجيب مساحه جيب شفاطه جيب شفاطه جيب شفاطه خماش ها اول واحد يكلم امه انا يلا يلا الحين الحين اتصلوا على امهاتكم اتصلوا على امهات ابشر يلا اسمع انا اول شيء بدق على امي فوزيه سلم عليها امي الثانيه الله يحفظها لنا يا رب خالد بسرعة عطني ذبة على كندورتي زهراء عطني ذبة على كندورتي اي لبيت. كأني شو انا علمتك يوم جاي رشوا القرية رشوك معها جيب خلاص دقيقة
غلط. كاني كركب خيط. يب. المشروع حق بخيط. يب شفاطة يب شفاطة. أوه. خاص. هات 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 هيا معي يا أهل القرية بشي. لا الله حسب على عدوك. لا لا ثيابنا ثيابنا ثيابنا. يبانا هذا يبانا ماي شوي. زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد. حكايات لا تنتهي. زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد. حكايات لا تنتهي.